المد بالياء ياتي في اول الكلمه. لا يا صديقتي، فمعلمتي الفرق اليوم ان المد بالياء ياتي في اخر اواسط الكلمه. المد بالياء ياتي على الفتحه او كسره او ضمه. لا يا صديقتي، فمعلمتي الفرق اليوم ان المد بالياء لا ياتي عليها اي حركه قصيره او سكون. المد بالياء يحب الفتح بالازاله الحرف الذي قبله عليه فتحه. خطا يا صديقتي، فمعلمتي الفرق اليوم ان المد بالياء يحب الكسره ولذلك الحرف الذي قبله تحته كسره. لقد اصبحنا في حيره من امرنا الان. هيا نذهب الى مد بالياء وليفصل بيننا. انتقل يا مد بالياء. ما الامر؟ لقد اصبحنا في حيره من امرنا، فتعرفنا بنفسك. انا مد بالياء اتي في اخر او وسط الكلمه ولا ياتي علي اي حركه قصيره او سكون، والذي قبلي دائما تحته كسره ويسمى الحرف الممدود. لقد اوضحت لنا الامر،